سلسة فيها تغيير الفكر الثقافي المتردي الذي يضع المرأة في المستوى درجة تانية إنسان من درجة منع العنف ضد المرأة احترام وجودها وتقديرها في الأعمال وفي كل المجالس. سلسة فيها المشهد اللي شفتي ردي بيه إيه على اللي بيقولوا مقاطعة بالإنترنت؟ لا مقاطعة دي جريمة خيال. لما أقول لأي شاب أو سيدة أو رجل مقاطعة يعني إن أنت ضد أو أنت سلبي لدرجة لا تهتم بوطنك مستحيل هتروح فين؟ الأعداد اللي نزلت في الساعات الأولى من التصوير بتبشر بإيه؟ بالخير إن شاء الله والحماس موجود والناس كلها بتشتغل المجتمع عايزين نتابع مصر ازاي بعد هذه العمليه عظيمه جدا متفائلة جدا بالبرامج اللي هتحصل في مصر اقتصاديا واجتماعيا ان شاء الله الحركه التجاريه والصناعيه تبتدي التوسع سيتم هيوصلوا البلد طالما في استقرار وكلمنا الحب ضعيف وكلمنا اللي هو ابو بكر مساعد وزير الداخليه ووعد ان هيبعت حب اخر سريع يعني بس دي مشكله بس مش الحب بس